نظمت جمعية بداية للتنمية البشرية لقاء تواصليا حول موضوع التغذية، الصحة وأمراض العصر بحضور الدكتور محمد الفايد المتخصص في التغذية والصناعات الغذائية. المغرب بلد منتج وبلد أخضر، يعني عندنا منتوجات زراعية هائلة وعندنا يعني منتوجات بحرية هائلة. نحن نوعي المواطنين يعني باتباع هذه التغذية المغربية العريقة اتقاء لهذه الأمراض، ولما نقول اتقاء لهذه الأمراض هي اتقاء للضياع، لأنه ضياع الأرواح وضياع ميزانية الدولة وضياع الوقت كذلك، لأن يعني هاد الأشخاص اللي غادي يمرضوا يبداو يتعالجوا غادي يضيعوا الوقت وكاين ساعات العمل وغادي يزيدونا واحد الثقل على يعني الطاقم الطبي، وربما نخسروا بعض يعني الادمغه المغربيه بهذه الامراض هذه. بالنسبه للمحاضره ديالنا اليوم مع البروفيسور فايد كتندرج في الاطار العام الجمعيه ديالنا اللي كتساهم في تلبيه الدعوه للمجتمع المدني وكتساهم في توعيه الشعب ديالنا ووليداتنا والشباب ديالنا، وان شاء الله كنتمنى تكون في حسن الظن للجميع. الدكتور الفايد وجه النصائح لعموم الحاضرين حول سبل التغذيه الصحيحه بالاعتماد على كل ما هو نباتي لمحاربة شتى أنواع الأمراض، مذكرا بالسنة النبوية في هذا السياق.